روي أن أعرابيا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر رضي الله عنه: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبن. فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال: يكون عن حال لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. قال: فبكى عمر رضي الله عنه حتى خضبت لحيته وقال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، أنا والله لا أملك غيره.